فريق اولمبيك ازا بواسطة لاعب يونس النجاري. يونس النجاري تسديدة قوية تعانق شباك الحارس. حكم ياسين بوسلي من اجل مراد من خلال هذه اللحظة دائما تعود من جانب فريق اولمبيك ازا خطيرة جدا هذه المحاولة. إصابة لفريق أولمبيك أسفي بطريقة رائعة. ضغط الهلال مرة أخرى ضربة راسية خطيرة والهدف. Sweet head.